الريدي كذوق وحبيب أيضا متابع لحركتها العملية والحياتية، وقال أيضا علق على الحضور تعليقا ربما يعني أكمل الكثير مما كان لابد منه. هو هناك جوانب أخرى لابد أن أقدمها عن ابنة العزيزة الإعلامية القديرة الأستاذة جيهان قديم. أنا دائما أقول أنني أشعر أنها إنسانة ملائكية شفافة، يعني أنا هنا أذكرها وحدي، أذكر الشفافية، العفة، الجمال، النقاء، الصفاء، كل المعاني الجميلة التي ترتبط بالصفاء والنقاء والطب والعفة والحياة، الحياة التي تتميز به والفرصة غالبا في شرعنا، الحياة الجميلة، الحياة التي لا يدعو إلى انطواء كما هي، تذهب بعلمها، تذهب بأدبها، لكن خلق الحي كأرسل هذا يعطينا هذه الشفافية وهذا البقاء. وهي كأستاذة في عالم الإعلام، هي حاصلة على بكالوريوس الإعلام، تقدير جيد جدا، شعبة راديو ومدير عام بإدارة البرامج الثقافية لإذاعة البرنامج العام، وقامت بتقديم العديد من البرامج الثقافية لإذاعة البرنامج العام مثل دعاء الكروان ورسم الكلمات ومضى لغوية عالم بين يديك، سبق الشعر مثلا. إذا أنا موجود، تكلم حتى أراك، سلم لك هموم نصف تضرب كل عصر، مرنمات إسلامية، عجائب الحروف وقطع الحروف، حكايات خيرية، المجلة الثقافية، ليالي مصر المعروفة، الأنامل الذهبية، النص النصبي، هذه برامج كثيرة هامة قدمتها الإعلامية القديرة جيهان قديم. هي لها إسهامات أدبية في العديد من المحافل الأدبية باتحاد الكتاب ودار الأدباء وجامعة الشعراء ودار الأوبرا المصرية، وقامت بتقديم ندوات هامة جدا لدار الأوبرا مثل ندوة الشاعر فاروق الويدا وندوة مجد درع الأوبرا لاسم الأديب الرحمة نجيب محفوظ وندوة الشعراء العرب وندوة المنصورة سامية السعادي وندوة الشعارات العربيات، وناقشت العديد من الدواوين الشعرية والقصص والأعمال الأدبية في العديد من المحافل الأدبية، وشاركت في تدريب عدد من طلاب كلية الإعلام داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، ولها كتابات ومضى لغوية وسحر البيان في كلمات الرحمن، أردت اليوم تعليقا من الأستاذ سيد حسن على هذا الكتاب بالذات وطربته لقراءته، لأن فعلا الأستاذ سيد حسن موجود دائما بالكلام الحديث الذي يؤمن به، وقدم تقدمة رائعة في كتاب السحر والبيان في كلمات الرسول. تقوم بتدريس مادة الإلقاء والتدريب الإذاعي في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وفازت بجائزة الإعلاميين الذهبية، وتم تدريبها في اتحاد الكتاب وفي أماكن كثيرة وفي دار الأوبرا وفي مؤسسة القمة الثقافية وفي دار الأدباء وفي نادي أدب الجيزة ورابطة الأدب الإسلامي، وتم اختيارها في موسوعة نساء عربيات مبدعات.